عبد العال. يعني انا مثلا لعبت للنادي الاهلي 5 سنين، خدنا جميع البطولات. الاهلي طبعا نادي كبير وشرف لاي حد يلعب فيه، وانا لو قررت تاني الموضوع ده ان في الايام بتاعتي دي لما كان فيها مجلس الاداره ده برضه هروح الاهلي. ليه؟ لان الناس في النادي الزمالك داسوا عليا. هو النادي الاهلي في الحته دي قال لك احنا معاك لاخر لحظه، عايز ترجع الزمالك في اي وقت قول لنا ومفيش اي مشكله. هم بيزعقوك عشان تمشي. طب ليه؟ معرفش. ما انا بقول لك الكلام اهو، حد يطلع يقول لي انت كذاب. وانت رحت الاهلي ليه من الزمالك؟ لا بص، الايام دي غير الايام دي. يعني انت كنت نجم الزمالك. لا يا حبيبي، رحت الاهلي رحنا عشان ان انا شفت الويل في نادي الزمالك. انت رحت النادي الزمالك قلت لهم عايز امضي وما عنديش مشكله خالص قبل ما تروح النادي الاهلي، والمسؤولين في نادي الزمالك ما مضكش ببلاش. عندك الكابتن فاروق جعفر موجود، انا رحت قعدت من الساعه 5 المغرب لغايه الساعه 9 عشان حد يقابلني، ما حدش قابلني. اتقال ساعتها وانت بتتفاوض مع نادي الزمالك او كنت بتعرض الحاجات اللي انت طالبها، كان المهندس عادل القيعي فاتح معاك خط من الناحيه الثانيه. والله العظيم وحياه ولادي ولا عدم ولادي، انا ما دخلت النادي الاهلي الا لما الامور كلها اتقفلت ضدي في نادي الزمالك. وعندك الباشمهندس عادل القيعي عشان ما تظلمش حد. حكينا القصه دي. والله انا نفسي فوجئت انه بعد انه ما جاي يقول انا عايز اجي الاهلي. حتى كابتن صالح وكابتن طارق اول واحد من الزمالك يجي الاهلي. انت عارف رضا قال مؤخرا حاجه مهمه جدا. قال لك لقيت الكابتن حسن حمدي بيقول له تحب ترجع للزمالك لما تعرض ليهم يدوك فلوس اكتر. فحتى مش عارف مين من الزملاء كان مستضيفه، قال له ازاي؟ قال له كان بيختبرني، انا متمسك بالاهلي ولا عايز فلوس. فقال له لو حسبت فلوس وانت عايز فلوس اقدر اكلم لك حد في الزمالك يديك فلوس اكتر. قال له يا كابتن انا عايز الاهلي. قال له خلاص والاهلي عايزك. لا هو كان واضح، هو الاهلي عارف 100,000 هياخد منها هو 50 والباقي 40 للزمالك و10 للاتحاد. الزمالك حاطط قيمه 625، يعني هو هياخد على الاقل نصهم. واخد بالك؟ فانت هيروح 10% يعني حوالي 300,000. كابتن طارق سليم نفسه اندهش، قال له انت سايب حوالي اكتر من ربع مليون جنيه في الزمالك وجاي هنا هتاخد 50؟ انت عارف هتاخد كام في الاهلي؟ غير اللي هتدفعه انت تعويض للزمالك هتجيبه منين؟ بص كل الاختبارات اللي بتتعمل له وبيتماسك بالاهلي، فعينيه رغرغت. فالكابتن طارق قال له لا 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 يا ابني، اللي انت متمسك بالاهلي الاهلي لازم يتمسك بيك. صحيح. الكابتن رضا مذاق ثاني. صحيح. وشخصيه ثانيه، ومحدش يزعل على الكابتن الشربيني. من فضلكم ما تزعلوش منه، خدوا له رايه يعني بعفويته. لكن عشان تكتمل الصوره او نختمها بالختم الاحمر، يا كابتن جمال شفت كل مشاعر هؤلاء النجوم تجاه الاهلي بعد ما بطلوا؟ لا هو كمان قال كلمه. طب هو خرج من الزمالك ازاي؟ مين بقى؟